السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من أرض جمال ماليزيا وبالتحديد مدينة سلنقور، منتجع الخيول الذهبية، الحلقة الثالثة من يوميات في ماليزيا. تقبلوا تحياتي، معتز عبد العال من داخل ماليزيا. أعزائي المشاهدين الكرام، زار عدد كبير من الملوك والرؤساء هذا المنتجع، وإليكم مجموعة من اللقطات التذكارية لهم. Thank you.
وهنا مجسم يوضح حجم المنتجع بما فيه التفاصيل الدقيقة. من داخل حدائق منتجع الخيول الذهبية أترككم مع هذه اللقطات. هدوء المكان يشعركم بالسعادة. من خلال هذا المرسى الصغير يمكنكم الصعود إلى هذا الزورق والتوجه برحلة داخل بحيرة المناجم. تتميز هذه الرحلة برؤية مجموعة من الطيور النادرة، ثم التوجه إلى مول يوجد فيه مجموعة من المحلات التجارية والتخفيضات الخاصة.
نودعكم بألف خير. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتي معتز عبد العال من داخل ماليزيا.